سعادته الدنيا عم يبكي من الفرحه. حسني يا فندي الجواز للرجال. يلا خجو. جينا جينا. مرحبا فينا. يا حاروف محسي. جعاني ما بيأدينا. خالتي يرحم عيون امك. بدنا شي غنية هيك تكون ظريفة من الصوت حلو. على عيني. يا حلو يا مسلي يلي بنار الهجر كويني املى المدى يا جميل والزين يا عيني من كتر شوقي عليك ما بنام. العريس والعروس بدهم يرتاحوا شوي. ايه على عيني. يلا بنت خالتي يلا طلعون. ما خلصت الحفلة أخي بصخر؟ بلا عيوني. يلا شباب خلينا نشيل عرضة. سيروا على ما يسر الله. سيروا على حونا يا شباب. خلصونا العريس والعروس بدنا نرتاحوا. بدأ زوق كمان. بدنا نشوف شغلنا. نرتب الكراسي. سيروا على ما يسر الله. سيروا. شو بصخر؟ الله يمسيكم بالخير. يا شباب هلا ما بيزيد ملبس. ها يا رب يا شباب. مع السلامة يا شباب. عبال عدكم. مع السلامة. الله باقي لي. مع السلامة. عبال عدكم يا شباب. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. شرفتوا. مع السلامة. مع السلامة. بارك ما عملتوا اخي. الله يبارك فيك. مشان القيات ولو على عيني. تعال عندي على القهوة. انا باكل عليك شيء. مع السلامة. خاطرك بسخاء. مع السلامة عيوني يا فهد. اهلا وسهلا. مع السلامة. خلصونا. مع السلامة يا شباب. خلصونا منكم. النشاط. شو قديش ساعة معك فهيم بيك؟ سبعة ونص يا غوار. سبعة ونص؟ عادي. أصبح أنا مالي غلطان وبكل وقاحة عم تقلي سبعة ونص. إذا بتريد يا غوار حسن ألفاظك. أنا مالي وقح. عفوا لك هام فهيم بيك. إيوه هيك. أخي أنا مالي منبه
انه لازم يكون الحمام جاهز لاستقبال الزباين الساعة 7 صح؟ صح. عال لهالسبب مخصوم من اجرتك اجرة يومين. ايه سيدي بسيطة، لما بقبض اجرتي المتراكمة عن جنابكم بخصوم منها اجرة يومين. لا حبيبي لا، هي الخصميات نبطلة، الغرامات بدها تدفع فورا. صر لي بهالحمام شهرين ولهلا لسه ما قبضت ولا فرنك. عال ما دخلنا نحن باجرتك قبضت ولا ما قبضت، المهم نحن متفقين معك 5 ليرات كل يوم صح؟ عليك خصم هلا جزا اجرة يومين 10 ليرات، اسمح لي فيهم لانه علي دفعه. حاضر. لا تؤجل غرامة اليوم الى الغد. تفضل. يسلم ايديك. الله يسلمك. صباح الخير. صباح الخير. عجل لي شوية، شوية همة ونشاط وشغل، 7 لازم يكون جاهز. معك حق. إيه أنا بستحق الضرب بالأبائيب على راسي. صح، مزبوط. عم تحكي مزبوط، تستحق ضرب أبائيب على راسك، بس الله يعينك تستعمل أبائيب الحمام، جيب حمام من بيتكم. أبقاب من بيتكم. طيب حاضر. صباح الخير غوان. صباح النور يا أبو. أبو فهمي بابا. شو هالحكي؟ إي والله. لك والله ما عرفتك يا أبو فهمي، افتكرتك عطيل. ومين هذا عطيل بابا؟ لك هذا جوز ديدموني جارتنا، وليش هيك مشحر وشك بقى؟ آخ آخ يا غوار، شو بدي أحكي لك آخ؟ قول آخ وبيطلع من تمي فتاي النار. هذا كله من الحرامية الملعونة. هلا الحرامية الملعونة؟ الحرامية الملعونة يعني جنس لطيف يا ضربان. مشان الله مشان الله لا تذكرني، مشان الله. صار لها 10 أيام وهي حاطة حراشة بحراشي كل ليلة كل ليلة كل ليلة كل ليلة. إيه الله يطعمنا مطعمك. تصور إنه ما حبت حدا بكل أهل الحارة غيري. إيه سيدي الله يعمي قلبها. إيه وبعدين؟ لك وينك؟ امبارح كانت المعركة الفاصلة بيني وبينها. وأكيد حضرتك خسرت المعركة باعتبار مسود وشك. أخي أنت ما بتفهم تحكي مع الجنس اللطيف لكن. شو جنس لطيف ما لطيف انت التاني؟ شوف ايدي، شوف شوف كلها مخمشين من اظافيرها، شوف شوف. ايه اخي هي هلا الموضه هيك، الستات المودرن كلهم بيطولوا اظافيرهم مثل خناجر. انو ست بابا؟ انو ست؟ انو ست؟ لكن شو؟ انت فهمان علي غلط سيدو. شو هالحكي؟ ايه مثل ما عم اقول لك. شو القصه؟ يا سيدي بسيني بسيني. ايه هرة يعني هرة. بس ايه بس ايه صار لها 10 أيام تصور وهي كل يوم بتيجي بتاخذ طير من طيوري يلي مربيهن انا على الدلال على الغالي. ايه سيدي يلا صحتين على قلبها. ايه انت كشاش عموم. يا سيدي امبارح راقبتها على المظبوط. ايه اجت وخفت الطير. ايه وهربت حقتها ركضت ركضت وراها فاتت على مدخنه فتت وراها. شو يا سيدي؟ على مدخنة فتت وراها، خد وهات، هات وخد، خد وهات حتى قدرت اخذ خمارك الطير من تمها وحطيته بتمي. يا حريشك يا ابو فهمي والله يبري عليك. بري عليك. لك انا بي لك لك انا. قال لي لم تكن سئبا لاكلت كالذئاب. اخي مو اكلت كالذئاب، اكلت كالاطار. يستمتم معك يا حريش شغله. اخ ارتاح قلبي من ارتاح بالي. يا سيدي. شو بدي اقول لك يا مرحوم البي، وين وهذا صاحبكم ابو صياح؟ ما رجع من بغداد اخي؟ والله لسه يا ابو فهمي ما رجع من بغداد، لسه عم يتعذب باخراج كيد النفوس تبعه. لك لك مو غريبه هاي لك ابو فهمي؟ واحد مثل ابو صياح رجال زقرتي ومعدل شواربه نص متر يطلع مكتوم ما له ايد بدفاتر الحكومه؟ شو هالحكي؟ والله مثل ما عم اقول لك. لا 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 مسكين يا ابو صياح. ايه وحسني يا افندي؟ والله حسني يا افندي عقبال عندك، تجوز من اسبوع. بالله؟ اي نعم. شو هالحكي؟ وليش ما عزمتوني على الكتاب يا المنظوم؟ يا سيدي كانت الحفله قاعليه ما عازمين حدا غريب وانتهت بطني وبرني. هال 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 والله اخبار طيبه. ايه لي وان شاء الله انبسط حسني افندي من هالجوازه يا سيدي. لكن
من فرحته ليلة الدخلة رمى حاله من الشباك من الطابق الثاني على الطريق. عم تحكي جد؟ ايه والله، وكان صدفة مارق بالشارع تحت الشباك، كان مارق حمار عطاك عمره. حسني أفندي؟ الحمار؟ لا 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 لا، زعلتني والله. يا سيدي عن إذنك. أخي أبو فهمي. يا سيدو. مور. نعيما مقدما. الله ينعم عليك ويرحم والدينا والديك. يلي أول شرط. آخر سلامي. عاد. إيه؟ بقى اليوم بدك تدفع أجرة الحمام دوبل باعتبار في تغيير لون. إيه؟ أمرك شو علي أبي؟ بتمون. أعطيه مناشف يا ولد. يا سيدي. حاضر. ألو. نعم نعم، حمام الهنا بغداد. ايه هاتي، هذا يمكن المعلم ابو صياح. لك ابو فهمي المعلم ابو صياح من بغداد. الو الو يا لطيف، شو ابن حلال يا معلم؟ اهلين سهلين، هلا كنا بذكرك. كل شيء تمام تمام تمام. ايه كيفك؟ شلونك اغاطي؟ ايه احوالي شو ما عيني أحوالي شو ما. اطلعي أختي عن الخط. عن الخط عيني. إيه لا والله حسني أفندي مو هون، صار له كم يوم مشغول مشغول غول. إيه والله لقى الكرسي الثالث الثالث الكرسي الثالث الثالث. آه عيني والله لا، ما لقى في فلوس، طلع له في عروس. إيه نعم اتجوز الله يبارك فيك. إمتى جاي يا معلم؟ والله اشتقت لأتلاتك. اوعى تروح علي شي، بس تجي عم صمدون ها، عم اعدون انا. ايه امرك معلم امرك. مع السلامة. مع السلامة عيني. مع السلامة عيني. مع السلامة يا اخوي. مين ابو صياح عم يحكي غوار؟ لك ايه حكى المعلم من بغداد. والله لما سمعت صوته نملت رقبتي يا ابو فهمي. يا فهيم بيك. الله يجيبه بالسلامة يا غوار. ان شاء الله. تعال اقول لك فهيم بيك. أخي أنا صار وقت واعد حسني أفندي روح أطمن عليه شق عليه لهالسبب. دير لي بالك على الحمام. تمر هلأ بس يطلع أبو فهمي خليه يقعد على الصندوق، وأنت فوت داوم بالجواني. بدي شغل، بدي غلب آخر النهار لأنه علي شوية مصاريف. على عيني يا غوار. السلام عليكم. وعليكم السلام.